السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. نتواصل معكم في هذا البرنامج الرياضي اللي يغطي جوانب عديدة من الرياضة في البحرين وأيضا خارجها. لكن قبل ما أدخل في تفاصيل حلقة اليوم، خلينا نشوف معكم أبرز العناوين. بمشاركة كبيرة، الاتحاد الرياضي للأمن العام ينظم بطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية الثانية للقوس والسهم. الاتحاد البحريني لكرة اليد يقدم مدربه الجديد الإسلندي غوتسن رسميا لوسائل الإعلام. والملكية يتوج بلقب بطولة كأس الاتحاد البحريني للناشئين لكرة القدم بعد فوزه على منافسه المحرك. ذكركم طبعا في البدايه مشاهدينا ان يمكنكم التواصل معنا في تويتر عبر هاشتاج البرنامج صوت الملعب. والحين خلينا نستعرض معكم ابرز التغريدات اللي اختارها لنا فريق العمل في حلقه اليوم. نبتدي مع التغريده الاولى من حساب المعلق علي سعيد الكعبي، يقول فيها: اكثر شراسه، اكثر واقعيه، اكثر فعاليه، اكثر تنوعا في مصادر خطورته، وايضا اكثر تنافسيه بين لاعبي ريال زيدان. مختلف الامور او الامر يتخطى مقوله مدرب محظوظ. بالفعل زين الدين زيدان اثبت ان الحظ ليس فقط هو من بجانبه، انما هي الامور التكتيكيه. ونبقى ايضا مع مباراه يوم امس وتغريده للمعلق فارس عوض اللي قال عن المباراه: هارد لك للاستاذ، اما زيدان فلم يكن في حياته تلميذا ابدا. مبروك لمدريد وهارد لك البطوله، خروج الكبير بايرن ميونخ. اما التغريده الثالثه من حساب جروب الموج الازرق وتصريح للاعب او للاعب برشلونه السابق داني الفيس، يقول فيه: داني الفيس، انا سعيد بالعوده الى الكامب نو، انه شعور غريب، هذه اول مره اعود الى هذا الملعب منذ انتقالي الى يوفنتوس. بالفعل يعني شيء غريب ان نشوفه يلعب، تعودنا داني الفيس يلعب في برشلونه فقط مو في فريق اخر. ننتقل مشاهدينا الى بوستات الانستغرام. البوست الاول من حساب سيد الملاعب، صوره تجمع بين رئيس الجهاز بفريق المنامه ورئيس رابطه المحرك بعد نهائي كره السله، صوره فعلا تستحق التحيه والاشاده من الطرفين. البوست الثاني من حساب تايجر سبورت يقول فيها بأن رونالدو بتسجيل الهاتريك أمام ميونخ يوم أمس وصل للهاتريك رقم 46 في مسيرته، أرقام بالفعل تدل على أن العمر ليس بمقياس لهذا اللاعب. البوست الثالث والأخير من حساب الحكم، الاتحاد السعودي رسميا يجرب تقنية الفيديو المساعدة للحكام بدءا من الموسم القادم. ذلك مشاهدينا نكون انتقلنا او انتهينا من البوستات والتغريدات وننتقل الى الاخبار المحليه. بتنظيم الاتحاد الرياضي للأمن العام تقام منافسات بطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية الثانية للقوس والسهم، واللي تستمر حتى 23 من الشهر الجاري، وتشمل مسابقات رماية البندقية والشوزن وقوس والسهم وسيدات ورجال، وذلك بمشاركة فرق من وزارة الداخلية، قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، ويبلغ عدد المشاركين 80 مشارك. وقد أشاد العقيل خال خياط بتوجيهات معالي وزير الداخلية ومتابعة سعادة رئيس الأمن العام لجميع الأنشطة الرياضية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضي للأمن العام. تنظيم حلو والمنافسة قوية،
لو أن المنافسة محلية يعني تخفف شوي الضغط على الرامي، لكن في نفس الوقت يعني كل يبي يثبت وجوده. النتائج ما شاء الله كلها مرتفعة يعني في هذه البطولة خاصة، يعني ما نزلت عن 22 من 25، هذه أقل نتيجة، ولحد الحين يعني ما في أحد متفوق على الثاني. بطولة وزارة الداخلية الحين خلصنا فيها مسدس 25 متر والحمد لله خذيت المركز الأول، وباقي إن شاء الله بكرة نلعب مسدس 10 متر هوائي، وإن شاء الله الله يوفق الجميع. الحمد لله الفعالية والتنظيم والمسابقة طبعا مو بسهلة، برماء المحرين الموجودين رماء محترفين والرماء بنتائج عالية، هاي أول يوم من البطولة وإحنا نشوف النتائج عالية. هاي كان تنافس بينه وبين بعض يشجعنا حق منافسات برا ونتأهل حق أسكور أحسن. طبعا مشاهدينا تسليط الضوء على منافسات بطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية للقوس والسهم، يسعدنا أن ينضم معنا على الهواء مباشرة عبر الهاتف النقيب وائل المعراج الرئيس الفني والمشرف العام. وأعتقد أن الخط انقطع ولذلك ننتقل إلى الأخبار اللي بعدها. منحاول إعادة الاتصال في الرائد لأخذ بعض المعلومات عن هذه أو النقيب عفوا لأخذ بعض المعلومات لهذه البطولة. طبعا مشاهدينا تمهيدا لقيادة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، وصل فجر اليوم المدرب التونسي سمير بن شمام، حيث كان نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة في مقدمة مستقبلي المدرب التونسي. ويأتي التعاقد مع بن شمام بالتوافق مع رؤية الاتحاد الجديدة نظرا لخبرته الكبيرة فيما يسهم في تحقيق التطلعات الإيجابية للكرة البحرينية. فريق المنامة رفض تأجيل حسم لقب دوري زين البحرين لكرة السلة بعد أن تمكن من تحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب المحرق ب 81 نقطة مقابل 79، يتوج بلقبه الخامس على التوالي والحادي والعشرين في تاريخه ليكرس نفسه زعيما لكرة السلة البحرينية. وفي نهاية المواجهة قام سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بتتويج الأبطال باللقب. طبعا مشاهدينا نعود إلى تسليط الضوء على منافسات بطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية للقوس والسهم، ويسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف النقيب وائل المعراج الرئيس الفني والمشرف العام في الاتحاد الرياضي للأمن العام وأيضا عضو الاتحاد البحريني للرماية. في البداية لو نتكلم عن مستوى طبعا اللي يقدمون المشاركين في البطولة، خصوصا أن عدد المشاركين بلغ 80 مشارك مما يجعل المنافسة أقوى وأشرس. السلام عليكم اخوي. السلام ورحمه الله. هلا مرحبا اخوي. في البدايه اول شيء قبل لا ابتدي ابى اتقدم جزيل الشكر حق والعرفان للحكومه الرشيده، والشكر طبعا موصول الى سيدي معالي وزير الداخليه اللي يحث دائما على القيام على هاي البطولات على نوع من هاي انواع هاي البطولات. وكذلك اشكر رئيس اتحاد البحرين الرماية اللي هو الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة وكل من ساهم في نجاح هاي البطوله، متمنيا للجميع ان شاء الله التوفيق والنجاح. امين اللهم امين. بخصوص الانطلاقه في البطوله والعدد المشاركين في البطوله، طبعا هو التحدي بينهم والمنافسه اللي بينهم واستعداداتهم حق البطوله هي اللي تخليك انت دائما تبي تسوي مثل هاي البطولات، غير ان مشاركاتهم الخارجيه وبطولاتهم الخارجيه اللي احنا نشوفها تخلي عندهم معنويه وحافز انه يوصلون حق اكثر يعني انجز الالعاب اللي موجوده مثل البطولات الاولمبيه والبطولات العالميه وغيرها من البطولات. نعم، يعني لو نتكلم عن اهميه ترسيخ هذه الشراكه المجتمعيه من خلال مشاركه قوى الدفاع البحرين وايضا الحرس الوطني في هذه البطوله.
طبعا اكيد الشراكه لها دور، وطبعا احنا موجود عندنا خيره من رمات المملكه في وزاره الداخليه وقوات الدفاع والحرس الوطني، ويقدمون افضل مستويات لهم. يعني هي اللي مكنتهم من يكون في تنافس قوي بينهم، وجعلت الرماه يطمحون الى تحقيق المراكز الاولى، مو بس في البطولات المحليه كذلك في البطولات المحافل الخارجيه. وهذا اللي يعني جعل من عنده فيهم دافع ومواصله للعطاء في هذه الرياضه. نعم. يعني بالفعل مثل هذه البطولات مثل ما ذكرت انها تعطي استمراريه بالنسبه للرماه، وتعطيهم الاستقرار الفني وللحفاظ على مستوياتهم الفنيه. هل سنشاهد مثل هذه البطولات ايضا مستمره في المستقبل؟ اكيد ان شاء الله، باذن الله، باذن الله ان شاء الله. نعم. طبعا النقيب وائل المعراج الرئيس الفني والمشرف العام في الاتحاد الرياضي للامن العام، كل الشكر والتقدير لك وامنياتنا لكم بكل التوفيق طبعا في مختلف المنافسات والبطولات. طبعا مشاهدينا، على حساب غريمه التقليدي فريق الاهلي اضاف فريق النجمه لقبا جديدا لخزينته المليئه بالالقاب بالتتويج ببطوله الدوري للمره العشرين في تاريخه بنتيجه 31 هدف مقابل 30، حيث كانت المباراة تليق بمكانة قطبي كرة اليد البحرينية من حيث الأداء وأيضاً من حيث الروح الرياضية. بحضور رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، عقد في القاعة الكبرى بمجمع الصلاة في أم الحصم المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مدرب المنتخب الأول الإسلندي غوتسون، حيث تم تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام المحلية لتدريب المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة، كما تم الكشف أيضاً عن برنامج الإعداد والتحضير للمنتخب الأول في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستعدادات المتعلقة بمنتخب الناشئين للمشاركة في نهائيات كأس العالم المنتظر إقامته صيف العام الحالي في العاصمة الجورجية تبليسي. ضمنها منافسات بطولة كأس الاتحاد البحريني للناشئين لكرة القدم والذي أقيم على استاد النادي الأهلي، تمكن فريق المالكية من تحقيق اللقب بعد فوزه على حساب منافسه المحرق بهدفين مقابل هدف واحد. أهداف المالكية جاءت عن طريق كل من حسين شاكر وسلمان محمد، في حين سجل هدف المحرق الوحيد اللاعب محمد فارس. تحت رعاية سعادة وزير التربية والتعليم دكتور ماجد بن علي النعيمي، أقامت الوزارة مهرجان البحرين تستاهل للسنة الخامسة على التوالي اللي حمل شعار البحرين تجمعنا بهذه السنة. خلونا نتابع تفاصيل الفعالية مع أسماء المعروف. تحت رعاية سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، نظمت إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات المهرجان الرياضي السنوي البحرين تستاهل، بمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة من 40 مدرسة حكومية وخاصة، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمعلمين وأولياء الأمور.
في الواقع أن هذه الفعالية هي فعالية رياضية ذات مدلول أيضا تعليمي، الهدف منها زيادة التواصل والتعارف بين أبنائنا الطلبة. تضمنت أيضا هذه الفعالية جهود بارزة أبرزت النشاط الذي يقوم به أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أبنائنا من كافة المراحل الدراسية. كان أيضا بعض الفعاليات تركز على روح التعاون وقيم أساسية تسعى إليها وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان التي تنظر إلى النشاط هو بساعد الرئيسي للكتاب المدرسي الهدف منه هو تهيئة جيل قادر على أن يتحمل المسؤولية، جيل يعتز بقيمه العربية والإسلامية وقيمه أيضا التي تدعو إلى التعارف والمحبة وأيضا التسامح والتقبل الرأي والرأي الآخر. الحمد لله وزارة التربية والتعليم لديها أنشطة عديدة رياضية وهذه الأنشطة تعود دائما بالخير على أبنائنا الطلبة. المدارس المديرات كلهم متعاونين ما شاء الله، يعني الكل مساهل، إدارات التعليمية معانا، والبرامج متنوعة بشوفي في محطات مختلفة ومتعددة، في برامج عن حقوق الإنسان تطبيقها في المدارس هني يعني يطبقونها بألعاب وبرامج متنوعة مختلفة. أنا مشاركة في مهرجان البحرين تستاهل وأنا وايد سعيدة بمشاركتي في هاي المهرجان. أنا جاي هني عشان أشارك بالبحرين تستاهل وأنا وايد مستانس عشان عرضنا اسمه عرض Yes I Can. اليوم أنا وايد مستانسة أني مشاركة في هالمهرجان وأنا من مدرسة رقية بنشارك في العروض الرياضية. أحب هنا أجي أشارك في العروض الرياضية وناخذ فرحة والبحر هناك، فأحب هاي أول مرة أجي لي، بس أول من أول مرة أستمتع. من المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، واحنا اليوم جايين نعزز هاي الفقرة بالعاب رياضية وان شاء الله تعجبكم. وانا فرحانة وايد بان شاركت في العرض. انا البحرين احبك وايد وايد. تعزيز دور الأنشطة الرياضية في مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان كان أحد أهم أهداف هذا المهرجان الرياضي، لتحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء للتسامح والتعايش والحوار. أسمهان معروف لبرنامج الملعب. طبعا مشاهدينا، للتعرف اكثر عن تفاصيل مهرجان البحرين تستاهل نستضيف الدكتوره مريم ميرزا، اخصائيه اولى للعروض والمهرجانات الرياضيه بوزاره التربيه والتعليم. يا مرحبا وفيك، يا مرحبا وهلا فيك دكتوره، ومساك الله بالخير والنور والسرور. مساك الله بالخير والنور والسرور، يا مرحبا فيكم. دكتوره، لو نتكلم في البدايه عن مثل هذه المهرجانات، يعني للسنه الخامسه على التوالي مثل ما قلتي لي كل سنه شعار مختلف، الهدف الرئيسي من إقامة هذه المهرجانات؟ الله يخليك، هو المهرجان شعار الأساسي البحرين تستاهل. نعم. تحت الشعار الأساسي للمهرجان نحط شعار فرعي هالسنة تحت شعار البحرين تجمعنا. نعم. إذا تكلمنا عن أهداف المهرجان، هو طبعا مهرجان رياضي صحي توعوي، تقام فيه الكثير من الفعاليات الرياضية والصحية والتوعوية والوطنية، يقام برعاية كريمة من سعادة وزير التربية والتعليم وبمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة. هذا العام يقام للسنة الخامسة على التوالي، يقام هذا العام تحت شعار البحرين تجمعنا. زين، خلينا نتكلم عن الشعار الأساسي أولا، اسم المهرجان البحرين تستاهل، ليش تم اختيار هذا الاسم بالذات؟ هذا الاسم يعني أولا أي شعار يحمل اسم البحرين هو شعار غالي على قلوب الجميع والكل يتمسك فيه. البحرين تستاهل، تستاهل شنو تستاهل؟ في هذا المهرجان البحرين تستاهل أبناء أصحاء
يمشون يمارسون النشاط البدني. نحن نسعى في إدارة التربية الرياضية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم إلى جعل النشاط البدني أسلوب حياة لدى الطلبة. فالبحرين تستحق أن يكون لديها جيل يتمتع بصحة جيدة. هذه يعني كيف نربط هدف المهرجان بمسمى المهرجان؟ البحرين تستاهل. خلال السنوات الماضية كانت في عدة شعارات. البدايات كانت ركزنا على سنويا احنا نركز على الجانب الرياضي ويضاف إليه جانب آخر نركز عليه. في السنوات في البدايات ركزنا على الألعاب الشعبية والألعاب اللي فيها جانب بدني وشعبي. فالبحرين تستاهل في وقتها المحافظة على الموروث الشعبي، على تراثنا اللي لازم نعرفه للأجيال الجديدة. وبالنسبة للشعار اللي أنتوا اخترتوه هذا العام، البحرين تجمعنا، والرسالة اللي أنتوا تبون تقدمونها من خلال هذا الشعار؟ طبعا مثل ما قلت لك، هل يوجد أكثر من هذه المظلة الوطنية العظيمة اللي اسمها البحرين؟ البحرين فعلا تجمعنا بكل أطيافنا، بكل فروقنا الفردية، بكل اختلافاتنا، بكل توجهاتنا. هي المظلة الوطنية الوحيدة اللي نستظل جميعنا بظلها، ولذلك هي يعني السنة نرتئي إن هذه المظلة هي مظلة السلام، مظلة المحبة، مظلة التعايش، مظلة قبول الآخر. فحبينا أن يكون تحت أن البحرين تستاهل، هي نفسها البحرين تجمعنا كمظلة وطنية جامعة لنا كلنا على هذه الأرض بجميع أطيافنا، بجميع اختلافاتنا، نقضي هذه الساعات في المهرجان لنعزز هذا المفهوم. أن مهما وجدت من اختلافات وفروق وهذا الشيء طبيعي، تبقى البحرين هي المظلة الوطنية الأساسية اللي نستظل جميعنا بظلها. نعم دكتورة، خلنا ندخل شوي في تفاصيل المهرجان. كلمينا عن الفعاليات اللي أقيمت، شنو اللي احتوى المهرجان بشكل تفصيلي؟ طبعا المهرجان في قسمين. في قسم رئيسي سنويا احنا ثابت عندنا هو المشي. يمشي سعادة الوزير مع جميع المشاركين من ضيوف المهرجان ومن الطلبة المشاركين، وهم أكثر من 3000 طالب وطالبة، يمشون لمسافة 3 كيلومتر في ممشى الدوحة. هذه محطة رئيسية ثابتة لأن تحقق الهدف الرئيسي اللي إدارة التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم تسعى إليه، وهو جعل النشاط البدني أسلوب حياة لدى الطلبة. وهي مسؤوليتنا جميعا. هذه بالنسبة للمحطة الرئيسية هي محطة المشي. تبقى عندنا مجموعة من الأركان موجودة في جميع أنحاء الدوحة، دوحة عراد وهو المكان اللي ينفذ فيه المهرجان. توجد عدة أركان. عندنا الركن الأساسي وافتتاح المهرجان بدأ هذا العام بشكل مختلف ومغاير، وبدأ بالعروض الرياضية، وبدأ بعرض قدموه طلبة مدرسة الروضة الابتدائية للبنين. عنوان العرض Yes I Can. العرض يتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة. فبدأ العرض بافتتاح المهرجان بالسلام الوطني، ثم بدأ العرض الرياضي. توجد عروض رياضية أخرى للستيبس وعرض جماعي للجمباز. أيضا ركن آخر موجود في المهرجان هو ركن الرياضة الخضراء Green Sport. ركن الجرين سبورت يتحدث عن تدوير الأدوات الرياضية المستهلكة في المدارس. كيف إحنا نحافظ على البيئة من خلال الرياضة؟ فالجرين سبورت عرضنا فيه نماذج من أعمال الطلبة والمعلمين في المدارس، معلمين التربية الرياضية وطلبتهم، كيف حولوا الأدوات الرياضية المستهلكة والتالفة من خلالها استخدموها للزراعة لزيادة الرقعة الخضراء في المدارس. فحابين أن نبين كيف أيضا الرياضة تساهم في المحافظة على البيئة، والبحرين تستاهل هذا الجانب أيضا. يعني أركان عديدة وربط الرياضة بالحياة المجتمعية ومحاولة لإدخال الحب أو حب الرياضة في عند الطلبة والطالبات بشكل منوع. لو نتكلم عن ما يختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، يعني يمكن اللي يختلف زين الحين بكمل باقي الأركان لأن ما كملت كثيرة متعددة. بس يمكن في الجانب الحين إجابة على سؤالك يجاوب على تكملة السؤال الأول. يمكن يعني من الأشياء يعني المتجددة في المهرجان، احنا سنويا نحرص على يعني المحافظة على إيجابيات المهرجان وأيضا التجديد، لأن المهرجان يعني يحظى بمشاركة كبيرة من الطلبة.
يفوق 3000 طالب، ويقام في منطقة مفتوحة دوحة عراج، يوجد الكثير من الجمهور موجود، يعني إحنا أبواب الدوحة مفتوحة لجمهورها وإحنا ننفذ المهرجان، فنحرص دائما أن يكون هناك شيء جديد وممتع وجاذب في نفس الوقت رياضي وصحي ووطني ويحقق فائدة. فمن الأركان المهمة عندنا في المهرجان ركن ذوي الاحتياجات الخاصة. ركن ذوي الاحتياجات الخاصة السنة متوسع بدءا من افتتاح المهرجان إلى الأركان اللي كانت موجودة، مشاركتهم في مسيرة المشي، مشاركتهم في الألعاب. هل كان في إقبال وايد من هاي الفئة، فئة ذوي الإعاقة؟ دائما يكون في موجودين، احنا لان نسعى الى دمجهم. سياسه وزاره التربيه والتعليم واستراتيجيتها تركز على دمج ذوي الاحتياجات الخاصه في جميع انشطه وبرامج الوزاره، ولذلك يعني اداره التربيه الرياضيه تحرص على مشاركه ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني دائما توجهات الدكتوره شيخه الجيب ورئيس القسم الدكتور عصام، يعني دائما ذوي الاحتياجات الخاصه يحظون حتى في قسم الكشافه والمرشدات يحظون باهتمام خاص في وزاره التربية والتعليم، وتقام لهم مهرجانات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لجميع المراحل التعليمية للبني والبنات، مهرجانات رياضية بالإضافة لمشاركتهم في المهرجانات والبرامج الرياضية الثانية. نعم، خلنا ندخل في مثل نرجع للمهرجان مرة أخرى. مهرجان مثل هذه أكيد كان عندكم استعدادات مبدئية قبل فترة، شلون كانت استعداداتكم، شلون كانت تحضيراتكم لتنظيم مثل هذا المهرجان اللي يعتبر نوعا ما ضخم بالنسبة لوزارة التربية والتعليم؟ نعم، يعني يمكن بدخل بعد في الإجابة وبكمل، يعني من أهم الأركان اللي كانت في المهرجان عشان ترجعين على الأركان مرة ثانية. إيه، لأن ما خذت حقها، وأنا أحس أنها العصب الرئيسي للمهرجان. يعني يوجد ركن كبير ضخم جدا هو ركن المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، فلما يعني مساحة كبيرة داخل المهرجان، وأنا شفتها بعد في التقرير عندكم ما قصرتوا، وجميع زوار المهرجان شافوها. تحرص وزارة التربية والتعليم، ويوجد مشروع الآن كبير في وزارة التربية والتعليم ينفذ، وتحظى البرامج الرياضية بنصيب كبير داخل هذا المشروع. المدارس المشاركة اللي تنطوي تحت هذا المشروع وغيرها، حتى مدارس أخرى مشاركة بألعاب رياضية وبدنية مبتكرة لتعزيز قيم المواطنة والتعايش والقبول والتعددية والحوار والتعايش مع الآخر وبناء جسور مع الآخر. توجد أركان كثيرة في المهرجان تتحدث أو يعني تحقق هذا الهدف، ومشاركة الطلبة والطالبات وأيضا ضيوف المهرجان. لو بتكلم عن الاستعداد للمهرجان، إحنا من ينتهي المهرجان تعرف يعني ولله الحمد يعني ونحصد هذا النجاح اللي إحنا نشوفه بهذه المشاركة الجميلة بهذه الأعداد الغفيرة اللي موجودة، والمهرجان مفتوح وإحنا نقابل الناس ونشوف ردود أفعالهم. هل الأبواب مفتوحة حتى لأولياء الأمور أن يشاركون؟ نعم، ويوجد أولياء أمور، وأولياء أمور أيضا الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة وموجودين في الأركان ويشاركون اللعب أطفالهم، وحتى جمهور الدوحة اللي موجود من خارج المشاركين من حقه أنه يدخل ويشاركنا في الألعاب ويستفسر ويشارك في البرامج والمسابقات اللي موجودة، لأنه هو المهرجان يشارك فيه الطلبة لكن يستهدف جميع الفئات بما فيها الطلبة وأولياء الأمور والآخرين. الاستعداد يبدأ مبكر للمهرجان، وتحت مظلة شعار البحرين تستاهل، ويحقق دائما توجهات وزارة التربية والتعليم واحتياجات أيضا المجتمع المحلي. نعم، يعني أنتم من أحد أهدافكم مثل ما ذكرت الدكتورة أن الوزارة تقوم بتعزيز المواطنة وأيضا حقوق الإنسان. نعم. هذه من أهم الأهداف اللي أنتم تزرعونها من خلال إقامة هذا المهرجان. نعم. شلون أنتم سخرتوها في هذه الأنشطة الرياضية؟ أي سؤالك مهم، أنا أشكرك عليه، لأن فعلا يمكن يتبادر هذا السؤال أذهان الكثيرين. يعني إحنا كيف نعزز النشاط الرياضي، كيف نعزز قيم حقوق الإنسان والمواطنة والانتماء من خلال الأنشطة الرياضية؟ نرتكز في هذا الجانب على ركيزتين أساسيتين، أولا ركيزة حقوق الطفل، وثاني شيء النشاط البدني واللعب. في حقوق الطفل، حق اللعب حق أساسي من حقوق الطفل، مثل حقه في التعليم، فاللعب حق أساسي من حقوق الطفل. وطبعا في وزارة التربية والتعليم إلى سن التوجيه 18 سنة هو في عداد الأطفال يعتبر. نجي للركيزة الثانية وهي ركيزة النشاط الرياضي. النشاط الرياضي هو عبارة أو النشاط البدني واللعب حاجة فطرية وميل طبيعي عند الأطفال إنهم يلعبون،
فأنت لما تشوف أن هذا هو حق، اللعب حق وفي نفس الوقت ميل فطري وطبيعي. إذن على هذه الركيزتين الأساسيتين أنا نعمل في وزارة التربية والتعليم على تعزيز قيم المواطنة والانتماء والتعايش والقبول والتسامح مع الآخر والتعايش مع الآخر. فبنينا مجموعة من البرامج والمسابقات الهادفة اللي تم اختيارها بعناية لتلبي هذه الاحتياجات. هذه البرامج يتم تطبيقها من خلال طابور الصباح أو في الفسحة أو أثناء جزء في درس التربية الرياضية في النشاط الاستهلالي أو الختامي أو بعد الدوام المدرسي. أنا بعطيك نموذج عشان تكون الصورة أوضح. نفترض أن احنا مثلا خلنا نتكلم عن برنامج يتم تطبيقه في الفسحة. عادة في الفسحة يتم تنفيذ دوري الفصول الدراسية. نفترض أن يوجد دوري الفصول الدراسية في كرة السلة للصفوف الأول إعدادي. فالطبيعي اللي كان يجري سابقا او التقليدي ان صف اول اعدادي الف يلعب مع باء ويطلع فائز، وصف اول اعدادي جيم يلعب مع دال ويطلع فائز، والفائز من الجانبين يلعبون مع بعض يطلع فائز واحد على الصفوف. الان في العاب حقوق الانسان والتعايش والتسامح الدوري يتم بطريقه مغايره، يتم تشكيل الفريق ليس من صف واحد، يتم تشكيل الفريق من طلبه من اول اعدادي الف ومن باء ومن جيم، ويتم تشكيل فريق آخر أيضا من ألف ومن باء ومن جيم. فالفوز يكون مشترك ولا يمثل طرف واحد. أولا يعني ما يكون في تحيز حق أحد الصفوف، ما يكون في تحيز، الصفوف كلها متشاركة بالضبط، ويكون في بعد تعايش مع أطراف أخرى. الطالب متعود أنه يعيش في صف مع مثلا 30 طالب طول السنة، وفي نوع من يعني العلاقات يصير انتماء بتعايش للصف الأول إعدادي، مو أول إعدادي ألف ولا بالضبط باء ولا بالضبط جي. يصير انتماء للمجموعة وليس للأنا أو للفصل اللي أنتم فيه، وبهالطريقة تنبني جسور جديدة ويحدث نوع من التعايش والقبول للآخر، وتبتدي تتحقق مثل هذه الأهداف. هذه مثال بسيط على نشاط واحد إحنا متعرف عليه، إنما البرنامج هو أكبر بكثير ويضم مجموعة من الأنشطة والمسابقات تبتدي من طابور الصباح. الآن أنت ممكن تروح أي طابور الصباح وتشوف تحية العلم، هذا النداء الوطني الجميل اللي يبدأ بيوم صباحي في المدارس، ومن ثم ممكن تشوف لعبة من الألعاب المعززة اللي تشمل جميع من هم موجودين في طابور المدرسة. ذكرتني بأيام طابور المدرسة دكتور، أيام وسنوات عديدة. نعم. ندخل دكتورة في الخطط المستقبلية لكم لإقامة مثل هذه المهرجانات والمهرجانات القادمة، خاصة خلنا نركز شوي نقول لذوي الإعاقة. مثل ما خبرتك من البداية، هم ذوي الإعاقة في هذا المهرجان وفي جميع الأنشطة والبرامج التي تنظمها إدارة التربية الرياضية وأيضا وزارة التربية والتعليم بشكل عام، دائما هناك يعني مثل ما يقولون يعني نظرة اهتمام وبرامج عمل تستهدفهم بالدرجة الأولى، فهم موجودين أساسا على الخارطة وتوجد لهم مثل ما قلت لك برامج خاصة. فالسنة هذه أكبر دليل أن احنا افتتاح المهرجان بعرض رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة غير الأركان اللي كانت موجودة. طبعا في السنوات القادمة احنا نستهدفهم بشكل أكثر، لكن أحب أركز على نقطة أنهم موجودين أساسا في جميع البرامج اللي تنظمها إدارة التربية الرياضية. بعض البرامج تستهدفهم هم فقط وتحط فوكس عليهم وتنظم برنامج خاص لهم، وبعض البرامج اللي بطبيعتها تستقطبهم كمكملين ومندمجين مع الأسوياء. في جميع البرامج المستقبلية توجد لهم عناية واهتمام ومشاركة وفوكس، لأن هذه من أهداف أصلاً إدارة التربية الرياضية، هي لا تستهدف فئة دون فئة، هي تستهدف جميع مطالبها إلى أبنائنا وطلبتنا حالهم حال غيرهم، فالجميع مستهدف. ويمكن السنة شاهدناهم يعني بكثافة داخل المهرجان وأضفوا جم جميل وجو صحي ورياضي وطني في المهرجان. نعم دكتورة، كلمة أخيرة حابة توجهينها لأولياء الأمور والطلبة من خلال هذه أو هذا المهرجان. أنا يعني في البداية أحب أولا أشكرهم على تفاعلهم
وعلى موافقتهم ويعني وتحفيز أبنائهم للحضور للمشاركة في المهرجان، والدليل هذا الكم الكبير المتصاعد سنويا للحرص للمشاركة في المهرجان. وأدعوهم من هذا المنبر أن ترى أبوابنا مفتوحة وبرامجنا كلها تعد على أساس أن الطالب ولي أمره. إذا كان مثلاً بننظم مشي بنحب أن الطالب يمشي مع ولي أمره. بننظم أي برنامج صحي رياضي توعوي ترى المدارس مفتوحة وبرامجنا كلها، ودائماً إحنا نتمنى أن نشوف ولي الأمر هو دافع لابن الممارسة النشاط البدني. إحنا عندنا رسالة مشتركة بين المدرسة وبين الأسرة، هي خلق جيل رياضي وصحي وجعل النشاط البدني أسلوب حياة. أسلوب الحياة لا نستطيع بناء لوحدنا في المدارس، ينبني بالشراكة بين المدرسة والبيت والمجتمع، وإن شاء الله مع بعض بنكون قادرين، والبحرين تستاهل أن احنا نسوي لها مثل هذه الأشياء. طبعا دكتورة مريم ميرزا اختصاصية أولى للعروض والمهرجانات الرياضية بوزارة التربية والتعليم، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا، وامنياتنا لكم كل التوفيق في مثل هذه المهرجانات وتحقيق هذه الأهداف الجميلة اللي تعزز من مكانة الطلبة في إدراجهم في المجتمع بشكل سليم. الله يحفظك، مشكورين ما قصرت بعد، شكرا لكم سلطت الضوء على برنامج مهم مثل هذا البرنامج. شكرا لكم. طبعا مشاهدينا بعد 31 سنة غادر بروسكلوني الميلان، وبعد 28 لقب جاليني قدم استقالته. خلونا نشوف تقرير اللي عدل لنا الزميل عمار عبد السلام. دائما ما كان للحزن أشكال، دائما ما كان الشعور فيها مختلف. عندما لا ترسم النهاية في مخيلتك فأنت على قناعة أنك لن تفارق من تحب. ما حييت 31 عاما، تلك عدد السنين التي عاشها بيرلسكوني رئيسا للميلان. 28 هو عدد البطولات التي عانقها رئيس الوزراء الإيطالي السابق. لم يكن العرض المقدم من رؤوس الأموال الصينية قابلا للرفض بعد أن قارب المليار يورو، وباعتراف بيرلسكوني أنه لم يعد قادرا على إرجاع الميلان كما كان. الطرف الثاني من قصتنا هو غالياني، ومن منا لا يعرف هذا الرجل الذي عاش حياته من أجل الروسينيري، لم يفوت لقاء للميلان وكان السبب الرئيسي في صفقات صنعت هيبة الفريق الإيطالي. غالياني الذي قدم استقالته قبل أيام وغادر من الباب الخلفي لم يعرف إلا بالرجل الأكثر وفاء في تاريخ هذا النادي، فقد كان بأموال أو من دونها يبرم الصفقات ويحاول أن يصنع مجدا جديدا، لكن أدرك أن القطار قد فات. اليوم كرة القدم من دون أموال لن تنافس إطلاقا. دعونا نختم بطريقة مختلفة بمقتطفات من رسالة بيرلسكوني الوداعية لجمهور ميلان. لن أنسى شغف الجماهير التي جعلت الروسينيري شيئا أساسي. كنا فريقا مميز أقوى من الظلم وسوء الحظ. سأكون معهم في المدرجات لأشجع وأعاني، ولكن قريبا أنا متأكد أننا سوف نستمتع بميلان العظيم يقدر تقاليد النادي العريقة. عناق كبير من مشجع روسينيري إلى مشجع آخر، سيلفيو بيرلسكوني. طبعا مشاهدينا وصلنا معكم الى فقره الاخبار العالميه، وينضم معنا في هذه الاثناء في الاستديو الزميل العزيز حمد الشملان. اولا حمد. اولا كيتال استاذ، مساء الخير حازم، مساء الخير لكل المشاهدين.
شلونك شخبارك؟ انا اموري طيبه. ابتسامتك عجبتني وروحك روحك حلوه. لا بالعكس اليوم. حزين انا. حزين؟ ليش؟ حزين جدا يا حمد. ليش؟ بالفعل يعني على خروج بايرن ميونخ البارحه. او بالاحرى فوز من ريال مدريد. فوز ريال مدريد. فوز عادي يعني والله. ما تشوفني اليوم يعني ما في حيويه. لا في ان شاء الله. الحين بنخلي الحيويه تزي. دوري الابطال دائما حازم لما يكون في دوري الابطال يوم الثلاثاء والاربعاء دائما التركيز يكون على دوري الابطال. اكيد. والحديث عن المباريات بالذات تكون دور الثمانية مثل ما سووا الفرق الكبارية تكون موجودة بس ساعد الفرق الكبارية ما ادري شلون تأهل. زين خلنا الخلف بندش لهم حامل الخلف النتائج. ريال مدريد فاز على بايرن ميونخ. ريال مدريد طبعا الاسباني وحامل اللقب فاز على بايرن ميونخ 4-2 في مباراة يعني حملت الكثير من الفضايح استفهام. الفضايح التحكيمية مو على ما استفهام فضايح تحكيمية من الآخر. ليستر سيتي تعادل مع اتلتيكو 1-1. تبي التفاصيل بعد بننخل بس الحين بنطاقتك خفيف والاخبار الجايه بنقول الخطه بعدين. الخطه بعدين. زين ليستر سيتي تعادل مع اتلتيكو مدريد فتاهل اتلتيكو مدريد فريق مدريدي اخر يتاهل لدور قبل النهائي ويواصل دائما التواجد على اقل تقدير في قبل النهائي دائما مع سيميوني الامور دائما طيبه. مباراه برشلونه بدأت قبل شوي 0-0 لمالشيت الاستديو. موناكو متقدم 1-0 على بروسيا دورتموند. هاي نتيجة دائما يعني أو أكيد ممتازة بداية ممتازة لفريق موناكو الفرنسي على بروسيا دورتموند الألماني. الفريق فايز أوردي 3-2 خارج أرضه. أنا توقعت إن بروسيا يبتدون بداية أقوى من كذي. أي مشكلة بروسيا صارتهم موضوع التفجير اللي صار في قبل مباراتهم اللي فاتت أي أكيد معنويات شوي المباراة ذيك مرة تأجلت وغيره فبعض الأمور في نفس الوقت ترى يعني موناكو فريق قوي وأكد ذلك أمام مانشستر سيتي في هالبطولة فمو بشيء غريب إن نشوف موناكو بعد يواصل وممكن حتى موناكو يكون هو الرقم الصعب في هالموسم نشوفه في المباراة النهائية ترى بالذات إذا ما في تدخلات تحكيمية مني والله مني ممكن نشوفه بعيد. إذن نروح حق تبي تقول شيء عن الريال؟ قول عندك شيء؟ عندنا إحنا جايين. إنزين يلا نواصل الخبر أنا أشوف عيونك شيء. هاي صحيفة الموندو ديبورتيفو معروف انتمائها حق برشلونة أو نعم. كتالونية خلينا نقول. إنزين. العنوان الأبرز يقول إسكاندالو إن البرنابيو يعني فضيحة في البرنابيو. فضيحة الحديث عن طرد فيدال الظالم. الحديث عن هدفين تسلل. الحديث عن تسلل ليفاندوفسكي عفواً. اللي هو الانفراد اللي كان. اللي كان ممكن يكون هدف. كل الأمور أثرت. العنوان الفرعي يقول كاساي إيتشو أفيدال. يديو دوس جولس ان كلارو فويرا دي خويغو. شلون؟ على كريستيانو. يقول لك كاساي اللي هو الحكم طرد فيدال في الحديث يعني في الكلام عن ان الطرد كان ظالم وعطاه جولين من تسللين واضحين على رونالدو. في الاخير يطلع لك يقول لك هاي ارقامه كذي وارقامه. هل كانت هاي المباراه هديه للريال؟ رايي والله والله عطني انا اشوف انها هديه كانت للريال فعلا هديه. لأن الأخطاء التحكيمية هالمرة كانت يعني قلبت الموازين. طبعاً الريال كقوة ما يحتاج حق كل ذي ولكن أمس أي فريق خلينا نقول لو بالعكس كان بيكون مثلاً ميونخ متأهل بطريقة التحكيم يعني الريال قوة الريال ما يحتاج حق ذي بالأخير يعني قوته يعني اليوم أنا أتكلم حتى مع المشجعين ريال مدريد لأن المباراة الكل يتكلم عنها اليوم يقول لك بالفعل البايرن أمس انظلم نوعا ما ولكن مو بنظلم انظلم وايد في احد قاعد يقول هاللون صعب عليهم أكيد. ما يعترفون تبي الصج انا اقول لك اياها الحين طبعا الحين الاتهامات بتجيني ان انا اشجع برشلونه انا ما اشجع برشلونه لو كنت اشجع برشلونه بقولها في احد يعني هدفين غير صحيحين هدفين تسلل هاي اقل شيء يعني اقل شيء هدفين تسلل وطرد غير صحيح هذه يعني هاي تخيل كل المباراه حق فريق واحد في المقابل كان ممكن يطرد كاسيميرو أو كان يجب أن يطرد مو ممكن يجب أن يطرد كازيميرو على حسب اللي شفناه أكثر من تأخر كل ذي تخيل صار لمصلحة فريق واحد أكيد بينهار فريق الثاني يعني مهما كان يعني تلعب بعشرة أمام فريق مثل ريال مدريد لازم تنهار. زين نقدر نقول إن بايرن ميونخ هو ضيع بعد من يد المباراة بعد ضيع ركلة الجزاء أي ركلة الجزاء لواحد أو إن بعد طرد فيدال انطرد طرد ظالم نفسيا تأثره وترى صعب انك تلعب 30 دقيقة أخرى أمام فريق مثل الريال بقوة الهجومية وبدكة البدلاء المميزة بعشرة لاعبين هذا شيء يعني شوف الذهاب انطرد منهم بايرن ميونخ
لاعب، ولكن كان الطرد صحيح امان للاعب الاسباني مارتينيز، كان طرد صحيح ومشت الامور وفاز الريال وكان يستحق الفوز. ولكن امس اللي صار يعني كان شيء مقزز في كره القدم بامانه. ما شجع لا طالعني كذي، ما شجع برشلونه. لا زعلتني يعني. لا موندو ديبورتيفو تقول بعد ريمونتادا دوس يعني، او لا سيجوندا ريمونتادا يعني، يعني يتاملون انه بيكون ريمونتادا رقم اثنين، في اشاره انه ممكن يفوزون على مثلا يوفنتوس 3-0. هاي طبعا خاص بفريق برشلونه مثل ما سووها مره ثانيه يسوونها مع باريس. صعبه وايد صعبه، اذا صارت يعني معناته ممكن يكون خلينا نقول الاعجاز موجود في كره القدم. قوه يوفنتوس الحاليه وبصلابه الدفاع وموناكو صارت تواجد 2-0 رايحين موناكو. رايحين قبل النهائي. فبرشلونه ما صار شيء؟ لا للحين 0-0. ما حد بيقول لنا حتى حتى لو سجلوا مو بالجلاري كله مدريدي. فصعبه وايد، اذا صارت ممكن نقول اعجاز في كره القدم موجود. انزين شوف سيميوني، سيميوني تحولت اهل قبل النهائي يعني للمره تقريبا الثالثه من تواجد، او يعني اللي اتذكره الثالثه، مو باقل من الثالثه. سيميوني شو يقول؟ تينيموس اون سولو كامينو انسيستير 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 يسيجير انسيستيندو. يقول لك عندنا يعني شنو انسيستير؟ يعني اصرار. أوكي. يقول عندنا طريق واحد فقط، اصرار ثم اصرار ثم اصرار ومواصله الاصرار. شخصيه سيميوني موجوده في الفريق دائما، وبتواجد التشولو سيميوني في الفريق. سيميوني اثر وايد على الفريق، وايد من مسك الفريق، فاز في الدوري الاوروبي، فاز في كاس الملك، وفاز في الدوري الاسباني، وصل دوري الابطال مرتين وللاسف النهائي، ولكن لظروف معينه الفريق لم يفوز في البطوله اللي كانت مع مدريد بعد. الكل يعرف الظروف. وصل هالمرة بعد قبل النهائي، دائما دائما بتواجد سيميوني في فريق أتلتيكو. هل مدريد فريق قوي؟ طريقة أسهل هذه المرة؟ قرعة حازم، هاي المشكلة. يعني الحين وصل هو في المباراة النهائية، ممكن هو كان حتى قوي دائما مع الأقوياء. يعني تذكر الموسم اللي فات في قبل النهائي أخرج بايرن ميونخ، فريق يعني يواجه اي فريق، بما انه وصل لهالادوار قبل النهائي بالذات يعني خلاص يعني يستحق انه يكون في إيه، ومتوقع انه يواجه اي فريق مرشح للبطوله، ما في عذر يعني. حتى لو بيلاقي الريال او بيلاقي اي فريق بيجي من مباراه اليوم ما عنده عذر يعني، خلاص تبي البطوله الملعب يحكم بدون اي اشياء اخرى. زين نشوف الخبر بعده، الكلام عن ميسي. ميسي يقول لك ميسي ادوس جولس تيلوس 500 كون البارسا على بعد هدفين من يوصل 500 هدف مع برشلونه. وهي طبعا تفاصيل، كلام في الصميم، كلام في الصميم واضح واضح صريح. هاي ارقام اللاعب مع يعني هني الكلام، الخانه الاولى المباريات اللي خاضها مثلا في الليغا كذا مباراه، والاهداف والاهداف المجموع الكلي 575 مباراه، 498 هدف في مختلف المسابقات. ميسي حتى لو ما وصل اليوم للهدف 200 صعب انه يسجل في مرمى بوفون هدفين، ولكن يوم من الايام مرده بيوصل 500 هدف سواء في الشامبيونز او حتى ممكن في الكلاسيكو او في خلال الجولات القادمه. ميسي ما اعتقد عندنا وقت ان نتكلم عنه لانه راح ياخذ وقت وايد طويل. افضل لاعب في العالم باختصار، رجل كره القدم. نعم الآن. اكيد اسطوره كره القدم وافضل لاعب في العالم. شوف كاركتير. نختم بها الصوره. انت ايش رايك في الصوره؟ هاي الفنان السعودي فهد الزهراني. انا ما بعلق خلاص. ليش الرسم؟ فهد الزهراني فنان سعودي مميز، حط هالصوره قلنا نتكلم فيها شوي. ايش رايك فيها؟ صورة معبرة فعلا، معبرة ومفهومة صح؟ اكيد ان التحكيم هو من يحمل او يشيل مدريد جناحين صفارة كبرى وبيوصله للنهاية او حتى للقب بعد. ممكن اذا بهالطريقة، اذا هذا الكاركتير يقول، مو انا اقول طبعا، مو لنا شغل احنا، انا ما اعرف. لا بس في النهاية مدريد فعلا انه فريق كبير مثل ما في كلام. لا لا فريق كبير، ما ما ما, ما نبي نتحكي فيها لان هاي مفروغ منه وعناصره يعني من اقوى العناصر في العالم. المصور هكو مستانس يقول خلاص كفايه عن مدريد. قبل ما اختم معاك حمد، برشلونه يوفنتوس
المتأهل ايه؟ يوفنتوس. يوفنتوس موناكو طبعا موناكو رايح خلاص طريق حسمت نوعا ما. حمد شملان كل الشكر والتقدير لك، نلقاك ان شاء الله الاسبوع القادم فقرات عالميه اخرى ان شاء الله. ايش رايك انت شلونك مع الجيم؟ اول الجيم ماشي، توجيهات حمد الفردون امورنا طيبه. زين خلينا نروح نشوف حمد الفردون في فقره خليك فت ونرجع لكم. مرحبا فيكم مشاهدينا في فقرة خليك فت. طبعا الحلقة اللي طافت تكلمنا عن التدريب الشخصي، هالحلقة البارت الثاني منها. خلينا نشوف هالحلقة مع مستر كيرو، وراح يدربني وراح الله ييسر، خلينا نشوف شلون شو يصير. طبعا البارت الثاني راح نتكلم عن امور ثانية اللي هي شلون تقدر انك تضغط الاثليت مع بيرسونال تريننج، معنا مستر كيرو مرة ثانية. Mr. Kiro, how did you see the fitness here in Bahrain compared to Europe and what you used to in Europe? I can say that the Bulgaria we have a really good fitness and the fitness industry is very developed there. But even although I think that the last couple of years here in Bahrain and especially in the Middle East also, the things are improved a lot, especially in the fitness. The last 2 years that I'm here, because I was been not so long here, but I can see that the gyms are really, really getting fuller and fuller with the people. طبعا تكلم كيرو عن سألته عن شنو الفرق بين الرياضة في البحرين والفتنس أو بين البحرين وأوروبا. قال لي أن البحرين تطورت بشكل كبير، هو من بلغاريا، قال أن هناك عندهم الفتنس متطور بشكل كبير، لكن يوم جاء البحرين اكتشف ان الجيمات بدات تكبر في البحرين والناس مهتمه في الفتنس بشكل كبير، وهذا الشيء اللي اعطاه يعني حافز انه هو بعد يتم في البحرين هني ويقعد ويبتدي كارير ماله هني. فيعني هاي مؤشر زين. You came here with a 20 years experience. Did you see any like mistakes and what is the level you see here? Well, we are all human. We all do the mistakes, but like a big mistake, something like this, I didn't find it. And actually, I'm not looking for a mistake. What we are looking and what I'm looking, even in our gym, in our team, is to make our team and our trainer better than they was before. طبعا سألت عن شنو الأخطاء اللي لقاها هني في البحرين لما جاء. قال أنا ما لقيت أخطاء جذرية، وهذا شيء زين أن إحنا قاعدين نمشي في بشكل صحيح. بس قال أنه لازم دائما يكون في تطوير، دائما في يكون improvement as you said. فلازم يكون في تطوير في رياضتك وحتى جسمك شخصيا. لازم تكون يعني بعد 6-7 شهور أنت شخص المفروض ثاني متطور عن 6 شهور يوم ما كنت قبل. You can push me now. Of course, let's go. راح نتمرن أنا وكيرو الحين. Let's go. Let's go. 10 reps. Come on. Slowly. 1. 2. 8. 9. Come on. One more. Come on. Come on. 10. 10 close grip. Come on. Slowly. 1. 2. 8. 9. Come on. Push. Push. All right, give it to me. Bicep. Okay. 10 reps. Squeeze, squeeze and contract. 2. 8. Slowly, come on. 9, one more, come on, come on. Come on. Squeeze it, squeeze, 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 squeeze. Slowly down. Okay. All right. Thank you. طبعا هذه المفروض يكون شلون بيرسونال تريننج، انه يعطيك الدافع انك انت تواصل انك انت حتى لو انت وقفت لازم في موتيفيشن او مساعد لك في الجيم. هذه هو البيرسونال تريننج. ثانك يو كيرو. شور اوف كورس. واز ا جود تريننج. يو ميك مي سويت. ات شود بي سبوست تو بي. فنشوفكم في حلقات جايه. تحية طبعا للزميل العزيز حمد الفردان، دائما تقاريره مشوقه ان انت تمارس الرياضه، تروح الجيم تتمرن، ولكن يعني حمد هو المميز في هذا الموضوع. طبعا مشاهدينا وصلنا معاكم الى ختام
حلقة اليوم. قبل ما أختم معاكم ذكركم أن بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 9 راح تعاد مباراة المنامة والمحرك اللي هي كانت نهائي يوم أمس اللي توج في نادي المنامة بلقب الخامس على التوالي لدوري كرة السلة للمرة الخامسة على التوالي، بكرة الساعة 9 يوم الخميس. طبعا مشاهدينا نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، مع السلامة.